السلام عليكم الزملاء الاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه. يعني حصريا كما عودناكم ديما نقدم لكم الجديد اخبار شبيبه القبائل. هذا اليوم ماذا تكلموا عن شبيبه القبائل في صحيفه او جريده الكره نيوز؟ يعني قال لك بن شيخة يقترب ومدرب فرنسي كحل بديل، يعني في حال طارئ، يعني لو كانت اي كما احنا نقولوا اي حاله طارئه راح في بلاصتو مدرب فرنسي، ولكن بن شيخة يقترب من شبيبه القبائل كما اعلمتنا الكره نيوز. يعني اليوم قال لك موبيلي استمنح بن شيخة الاولويه وتريده في مشروع طويل المدى، يعني طويل المدى حابينه في مشروع طويل، كل شروطه ستكون مقبوله، يعني اي شروط تاعو اللي راح يقدمها راح تقبلها موبيليس، والمدرب الفرنسي يشترط معاينه الاسماء الجديده، يعني حاب الاسماء الجديده ويشترط المعاينه تاعها. عندنا الطرف تعرض على آية عبد السلام العودة إلى شبيبة القبائل، ترك مكانه نظيفا في شبيبة القبائل، والمسيرون يريدون منافسا حقيقيا في المحور. يعني طبعا عندنا كريم دودان منتظر هذا الخميس بمقر الفريق طبعا لترسيم التحاقه، يعني بنسبة كبيرة يوم الخميس إن شاء الله راح يرسموا الالتحاق تاعو بمقر شبيبة القبائل. هذا ما أكده كريم دودان في حديث مع بعض مقربه، أكد أنه لا يمكنه رفض نداء القلب. يعني صراحة يعتبر نداء شبيبة القبائل هو نداء القلب. الأنصار سيواصلون رسالتهم إلى الإدارة بمناسبة الكلاسيكو، ونتمنى إن شاء الله دائما دائما سيكون الجديد في الشبيبة. عندنا بالوزداد ينافس الشبيبة على بنيطوة وسعيود، يعني وهذا ما نتمناه لشبيبة القبائل.